بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 57. الله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بين آيات الصيام مما يدل على أفضلية الدعاء للصائمين، أفضلية الدعاء في هذا الشهر المبارك. فالدعاء من الصائم والدعاء في هذا الشهر حري بالإجابة من الله سبحانه وتعالى. وسبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك عبادي عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من المسلمين، فالجواب للجميع. وإن كان سبب نزول الآية خاصا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإني قريب، الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه فوق مخلوقاته، كما دلت على ذلك الأدلة القطعية من الكتاب والسنة والفطرة السليمة وإجماع المسلمين على أن الله سبحانه وتعالى فوق عباده وأن الله فوق سماواته وأن الله مستو على عرشه سبحانه وتعالى. لكن مع هذا، مع علوه سبحانه، فإنه قريب من خلقه. والقرب من الله على نوعين: قرب إحاطة وعلم، وهذا عام لجميع الخلق أن الله قريب منهم، بمعنى أنه محيط بهم وأنه عالم بأحوالهم سبحانه وتعالى، لا يخفون عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهو قريب من عباده كلهم، مؤمنهم وكافرهم، قرب إحاطة وقرب علم وسمع وبصر، فهو يراهم سبحانه أينما كانوا، وهو يسمعهم، يسمع السر وأخفى، إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
يعلم سبحانه ويسمع ويبصر. والنوع الثاني قرب تكريم وإجابة للدعاء، وهذا خاص بالمؤمنين. الله قريب من المؤمنين قربا خاصا، بمعنى أنه يجيب دعاءهم ويسمع تضرعهم ويعينهم ويسددهم ويحفظهم ويوفقهم لطاعته وعبادته ويجازيهم على أعمالهم الصالحة ويضاعفها لهم. هذا قرب خاص عباده المؤمنين، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا فيه الأمر بالدعاء والحث عليه، وأن الله يجيب من دعاه. ففيه الحث على الإكثار من الدعاء، والدعاء هو أعظم أنواع العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادة، وذلك بأن تطلب من الله عز وجل جميع حاجاتك، أن تطلب منه جميع أمورك في دينك ودنياك. فإن الله سبحانه غني كريم يجيب دعاء من دعاه، ولذلك حث على دعائه. والله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه وأن يسألوه وأن يطلبوا منه حوائجهم، يحب الداعين، يحب الدعاء، يحث على الدعاء، وهذا من كرمه سبحانه. الله ليس محتاجا إلى الدعاء وليس محتاجا إلى عبادتك، وإنما أنت المحتاج، أنت المحتاج إلى الدعاء. فكيف لا تدعو ربك وأنت محتاج إليه، لا تستغني عنه طرفة عين. الله يأمرك بدعائه لأن المصلحة لك في ذلك، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. وإلا فإنه غني عن عباده وغني عن دعائهم وعباداتهم، ولكنه يأمرهم بها لمصلحتهم هم. فالدعاء أمره عظيم، وهو أعظم أنواع العبادة، والله يحبه ويحب الداعين، يحب من عباده أن يسألوه وأن يدعوه. ولهذا يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. المخلوق إذا سألته شيئا فإنه يكرهك ويكره سؤالك ولا يريد أن يعطيك، وإذا أكثرت من سؤال المخلوق زاد بغضه لك ونفرته منك. أما الله جل وعلا فكل ما دعوته أحبك، وكل ما سألته أعطاك،
وآتاكم من كل ما سألتموه. هذا من كرمه سبحانه وتعالى. ولذلك صح في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله جل وعلا يحث عباده في كل ليلة الثلث الأخير من الليل، حثهم على دعائه وعلى سؤاله وعلى استغفاره سبحانه وتعالى. وهذا من كرمه وإحسانه إلى عباده. لكن العباد هم الذين يبعدون عن الله ويتركون الدعاء ويتركون السؤال من ربهم عز وجل، وهم أحوج ما يكونون إليه. الله سبحانه وتعالى أمر بدعائه ووعد بالإجابة، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وسمى الدعاء عبادة، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة. فمن لم يدعو الله فهو مستكبر، من لم يدعو ربه فهو مستكبر، ومن دعا الله ودعا معه غيره فهو مشرك، ومن دعا الله مخلصا له الدين فهو موحد. الناس على ثلاثة أقسام: منهم من لا يدعو الله عز وجل ويستغني عن دعاء الله بزعمه، هذا مستكبر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكذلك الذي يدعو الله ويدعو معه غيره هذا مشرك. ولهذا قال: فادعوا الله مخلصين، مخلصين له الدين، مخلصين يعني موحدين، لا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه كافرا. الذي يدعو مع الله، يدعو أحدا مع الله، هذا كافر. الذي يدعو أحدا مع الله هذا مشرك، لأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لما أمر بعبادته نهى عن الشرك، لأن العبادة لا تصح مع الشرك، وإنما تصح مع التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. العبادة لجميع أنواعها ومن أعظمها الدعاء، خاصة بالله سبحانه وتعالى.
لا يرضى سبحانه أن يعبد وأن يدعى معه غيره، لا يرضى سبحانه أن يعبد وأن يدعى معه غيره. فالذين يتوجهون إلى الأموات وإلى القبور يستنجدون بالأموات ويستغيثون بالأولياء ويذبحون للقبور وينذرون للقبور ويطوفون بها، هؤلاء مشركون، الشرك الأكبر المخرج من الملة. لماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى ودعوا غير الله سبحانه وتعالى. والدعاء خاص بالله والعبادة حق لله. الحديث في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالذين يتوجهون بعباداتهم ودعائهم إلى الأموات وإلى الأولياء والصالحين وإلى القبور ويقولون: يا فلان أغثني، يا فلان أنا بحسبك، يا فلان اقضي حاجتي، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو شرك أهل الجاهلية الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر. فالذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله من الأموات والغائبين والجن والإنس، هذا مشرك الشرك الأكبر، وأعماله كلها باطلة وحابطة. ولو صلى ولو صام ولو حج ولو اعتمر ولو فعل ما فعل من أنواع العبادات فإن عمله باطل، لأنه مشرك. والله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعبادات لا تصح ولا تقبل إلا مع التوحيد والإخلاص لله عز وجل، لأن العبادة حق لله وحده، ليس لأحد بها استحقاق. الذين يدعون الأنبياء ويدعون الرسل ويدعون الأولياء والصالحين ويستنجدون بالأموات، هؤلاء مثل أهل الجاهلية، مشركون بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة. الواجب علينا أن نبلغهم وأن ندعوهم إلى الله ليصححوا عقيدتهم ويصححوا دينهم ويخلصوا عبادتهم لله عز وجل، ولا نتركهم. الواجب أننا نبين لهم، الواجب أننا ننصحهم، الواجب أننا ندعوهم إلى الله. هذا القرآن بين أيدينا، هذا القرآن ينهى عن الشرك، هذا القرآن يأمر بالتوحيد. ما هو الشرك من أجل أن نتجنبه؟ وما هو التوحيد حتى نفعله؟ الشرك هو دعاء غير الله وعبادة غير الله، هذا هو الشرك. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو التوحيد. فيجب علينا أن نبين هذا للناس وأن نوضحه للناس. الذي يقول: يا رسول الله أعطني كذا وكذا بعد موته صلى الله عليه وسلم، أو يقول: يا عبد القادر الجيلاني، أو يا بدوي، أو يا فلان،
عند قبره ويدعوه ويذبح له وينذر له ويعتكف عند القبور، هذا مشرك. وإن كان يدعي أنه مسلم فإن الإسلام لا يصح مع الشرك، لا بد من التوحيد. الله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت. يجب علينا أن نعرف هذا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكذلك يدعو الله مخلصا بدون أن يتوسل بمخلوق، أن يقول: أدعوك بنبيك، أدعوك بجاه نبيك أو بجاه محمد أو بجاه فلان. لا، هذا توسل ممنوع، لأن الله أمرك أن تدعوه مباشرة، وقال: ربكم ادعوني، ما قال ادعوني بواسطة فلان أو بواسطة الرسول أو بواسطة أحد، بل قال: ادعوني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله ليس بحاجة إلى أنك تجعل بينك وبينه واسطة في الدعاء وقضاء حاجاتك، لا تتوسط بأحد، ادعو الله مباشرة وارفع حوائجك إليه مباشرة، فإنه سبحانه وتعالى يسمع ويرى ولا يخفى عليه شيء من أعمالك. فلماذا توسط بينك فلانا وعلانا؟ شيء، هذا الشيء لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب عليك أن تدعو الله وحده بدون واسطة وبدون وسيلة إلا الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة وسيلة إلى الله، تقرب إلى الله. أما الأشخاص فليسوا واسطة بينك وبين الله. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو واسطة بين الخلق وبين الله في تبليغ الرسالة فقط، في تبليغ الوحي. أما أنه واسطة بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله قريب، قريب منك، يسمعك ويراك، فلماذا تأتي بواسطة بينك وبين الله؟ لا حاجة إلى ذلك. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أوضح من هذا شيء؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ لا والله، الكلام واضح، لا يحتاج إلى ملفات وإلى بدع ومحدثات أبدا. ارفع يديك إلى الله، تضرع إليه وادعه ليل نهار أي وقت، ارفع يديك إلى الله وادعه وتضرع إليه سبحانه وتعالى. ادعو الله في صلواتك، ادعو الله في خلواتك، ادعو الله في أي حال من أحوالك، ادعو الله في الليل، ادعو الله في النهار، ادعو الله في أي وقت. الله جل وعلا فتح بابه للسائلين، ولم يحدد وقتا لا يقبل الدعاء إلا فيه، بل هو قريب مجيب في كل وقت وفي كل لحظة، هو قريب من عباده سبحانه. وإن كان هناك أوقات يرجى فيها قبول الدعاء أكثر من غيرها، إلا أن ذلك ليس خاصا بأوقات معينة أو مكان معين، وإنما بعض الأمكنة فيها فضل، مثل الحرم الشريف، ومثل آخر الليل، ومثل حالة السجود، ومثل حالة الصيام. هذه الأحوال وهذه الأمكنة
يرجى فيها قبول الدعاء أكثر من غيرها، ولكن الدعاء يقبل في أي وقت وفي أي مكان. ارفع يديك إلى الله وتضرع إليه واطلب حوائجك منه، والله قريب مجيب، بشرط ألا تشرك بالله وألا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فادعوا الله مخلصين، مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء، لا تخلط مع الدعاء شيئا آخر غير مشروع، تدعو الله بواسطة فلان أو بجاه فلان، أو تدعو مع الله نبيا أو وليا أو عبدا صالحا وتظن أن هذا ينفعك عند الله. الله نهى عن ذلك وأمرك بدعائه وحده لا شريك له، وهو قريب منك يسمعك ويراك ويستجيب دعاءك، ولكن يشترط لقبول الدعاء شروط لا بد منها. أولا، أن الإنسان يدعو الله بحضور قلب، الذي يدعو الله وقلبه غافل لا يستجاب له، كما في الحديث إن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. فتدعو الله وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى بحضور قلب. الأمر الثاني، ألا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، فلا تدعو على أحد من الناس بدون حق، هذا اعتداء. الله جل وعلا يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، لا تدعو على الناس بغير حق، هذا ظلم وهذا عدوان، أو تطلب من الله شيئا لا يليق بك، كأن تطلب من الله أن ينزلك منزلة الأنبياء ومنزلة الرسل، هذا عدوان لا يليق بك هذا، ولكن تدعو الله أن يرحمك وأن يرفع درجاتك عنده مع المؤمنين. أما أنك تدعوه أنه يجعلك مع المرسلين أو مع الملائكة أو مع المقربين، فهذا ليس، هذه المنزلة لا تليق بك. ثالثا، اشترط لقبول الدعاء أن يكون مطعمك حلال وملبسك حلال ومشربك حلال، فإن كنت تستعمل الحرام، تستعمل الحرام، تأكل الحرام، تلبس الحرام، تشرب الحرام، إنه لا يستجاب دعاؤك. في الحديث الصحيح في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب الدعاء لمن يتغذى بالحرام، يتغذى بالربا، يتغذى بالميسر والقمار، يتغذى بالسرقة، يتغذى بالغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يستجاب له دعاء. ما دام أنه يتغذى بالحرام، يلبس الحرام، يشرب الحرام، يأكل الحرام، لا يستجاب له دعاء، هذا يحول بينه وبين قبول الدعاء. فالدعاء عبادة والدعاء عظيم، ولكن له شروط لا بد أن تعرفها. أولا، أن تدعو الله بقلب حاضر. ثانيا، أن تدعو الله وأنت تأكل الحلال وتستعمل الحلال وتتجنب الحرام. ثالثا، أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة،
فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. رابعا أن تدعو الله بإخلاص، فمن دعا الله ودعا غيره وأشرك مع الله غيره فإن الله لا يستجيب دعاءه، لأن هذا عمل باطل، والله لا يقبل من عباده ما فيه شرك. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا غني عنه. فهذه شروط قبول الدعاء: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان، فليستجيبوا لي بفعل أوامر الله وترك ما نهى الله عنه. هذه الاستجابة، أن تطيع الله فيما أمرك وأن تطيع الله فيما نهاك عنه فتجتنب ما نهاك عنه وتفعل ما أمرك الله به، هذه هي الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ليستجيبوا لي. أما الذي يدعو الله وهو مضيع لدينه مضيع لعبادة ربه فهذا لا يستجاب له دعاء، لأن والتوحيد لله عز وجل في عبادته. وليؤمنوا بي، الإيمان بالله عز وجل هو الركن الأول من أركان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله، هذا الركن الأول، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وليؤمنوا بي، تؤمن بالله. أما الذي يدعو الله وهو ليس بمؤمن بالله هذا لا يستجاب له دعاء. ليستجيبوا لي، والذي يدعو الله وهو لا يستجيب لله، لا يترك ما حرم الله عليه ولا يفعل ما أمره الله به، هذا لم يستجب لله، فالله لا يستجيب له، لأن الجزاء من جنس العمل. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشد ضد الغي، قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو دين الله سبحانه وتعالى، والغي هو دين الشيطان. لعلهم يرشدون، من دعا الله عز وجل مخلصا له الدين واستجاب لله ولرسوله وآمن بالله وبرسوله فإن الله جل وعلا يجعله راشدا ويرزقه الرشد وطريق الرشد. لعلهم يرشدون، هذه أسباب الرشد. ما ذكره الله في هذه الآية الكريمة هو سبب الرشد، وما عداه أو ما خالفه فهو طريق الغي والضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أما السؤال الأول في هذه الصبيحة، يقول صاحبه: أسرة تسحرت بعد الأذان الثاني حتى أقيمت الصلاة، ثم أمسكوا عن الأكل علما بأنهم سمعوا صوت المؤذن الثاني، فما صحة صيامهم؟ هؤلاء صيامهم غير صحيح إذا كانوا ظلوا يأكلون ويشربون إلى أن أقيمت الصلاة، صيامهم غير صحيح، لأنهم يأكلون ويشربون في النهار،
وقد سمعوا المؤذن، وكان الواجب عليهم أن يمسكوا وأن يصوموا، لكنهم لم يفعلوا بل استمروا يأكلون ويشربون حتى أقيمت الصلاة، هؤلاء لا يصح صومهم، فعليهم أن يمسكوا هذا اليوم ويقضوا بدله من أيام أخر. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أجد مشاكل في البيت، من طرف والدي يأمرني دائما أن أحلق اللحية، وعندما أرفض يقاطعني ولا يكلمني لمدة طويلة، وهو حتى اليوم غاضب علي. السؤال: هل أحلقها وأرضيه أم أتركها وأرضي الله، وجزاكم الله خيرا؟ الجواب عن هذا واضح، كلكم يعرفه، أنه لا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحلق اللحية معصية، لا يجوز لك أن تطيع فيها أحدا، لا الوالد ولا غيره. الوالد يقول الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فلا تطيع أحدا في معصية الله، لا الوالد ولا غيره، ولو سخط ولو غضب، غضب الله أشد من غضب الوالد. فعليك بطاعة الله عز وجل ولو غضب والدك، لأنه ليس له حق في هذا، هو المخطي، هو المخطي وأنت مصيب. وما دام هو المخطي فإن غضبه لا يضرك بإذن الله، واسأل الله له الهداية، اسأل الله إن الله يهديه، ووضح له أن هذا، أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حلق اللحية محرم وهو من عوائد الكفار وهو معصية لله ولرسوله. وضح له هذا، واقرأ عليه الأحاديث، واقرأ عليه كلام أهل العلم، لعل الله أن يهديه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا داعب الرجل زوجته وأنزل مذيا فما الحكم إذا كان صائما؟ أخطأ في هذا، إذا كان لا يملك نفسه ولا يملك شهوته فإنه يجب عليه أن يبتعد عن زوجته ولا يداعبها، خشية أن يفسد صيامه. فإذا كان خرج منه مني، أنزل منيا، بطل صيامه وعليه القضاء. أما إذا كان خرج منه مذي فقط، المذي هذا لا يبطل الصيام ولكنه وسيلة إلى إبطال الصيام، فعلى المسلم الصائم أن يتجنب مداعبة زوجته والقرب منها إذا كان يخشى على نفسه من الشهوة. نعم. يقول السائل: هل الأجر في صلاة الجنازة على عدد الجنائز أو على عدد الصلوات؟ فضل الله واسع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية: القيراط مثل جبل أحد. فهذا أجر عظيم، ويحصل إن شاء الله لك بكل جنازة، يحصل لك هذا الأجر. نعم. يقول السائل: جاء عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، هل هذا نفي لصحة الصلاة أم لكمالها؟ وما حكم من يترك صلاة الجماعة في المسجد من غير عذر؟ هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو عن الصحابة، هذا حديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس راوي الحديث: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فصلاة الجماعة واجبة لهذا الحديث ولغيره،
قوله لا صلاة له هذا نفي للأجر وليس نفيا للصحة. صلاته صحيحة إذا ترك صلاة الجماعة وصلى منفردا فصلاته صحيحة، لكنها ناقصة، أجرها ناقص، وهو عليه إثم لأنه ترك واجبا وهو صلاة الجماعة، فتصح صلاته مع الإثم، تصح مع الإثم. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله وأن يحافظ على صلاة الجماعة في المساجد، لا صلاة له إلا من عذر، وهذا وعيد شديد. وربما أنه يدل على أن صلاته باطلة، لأن بعض العلماء أخذ بمفهوم الحديث وقال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وليس هذا المذهب ببعيد، هذا هو ظاهر الحديث، لكن الجمهور يقولون صلاته صحيحة لكن مع الإثم، إثم صلاة الجماعة، ترك صلاة الجماعة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. دل هذا على صحة صلاة المنفرد، ولكن يفوته هذا الأجر ويكون عليه الإثم بترك صلاة الجماعة. نعم. يقول السائل: عملت عمرة منذ أيام وعلمت الآن أنني دخلت من الحجر شوطا أو شوطين، فماذا أفعل الآن علما بأني قد قمت بعمرة ثانية لأبي المتوفى ولم أدخل من الحجر والآن لبست المخيط، أفادكم الله؟ تعتبر عمرتك الثانية هي العمرة الأولى، لأن عمرتك الأولى ما هي بصحيحة وأنت باق على إحرامك العمرة من العمرة الأولى، فلما جئت بعمرة ثانية صارت هي الأولى وأكملت العمرة الأولى. وإذا أردت أنك تأتي لوالدك بعمرة فتذهب مرة ثانية وتأتي بعمرة لوالدك، أما العمرة التي أتيت بها له هذه عمرة لك لأنها مضي في العمرة الأولى حيث لم تؤدها. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل الزواج نصف الدين؟ وإذا كان كذلك فادعوا الله لي أن يرزقني زوجة صالحة. الزواج نعم نصف الدين كما في الحديث، لأنه يكف الإنسان عن المحرمات، ولأن الزواج فيه مصالح، فيه إنجاب الذرية، وفيه إعفاف الفرج، وفيه القيام على المرأة وصيانة المرأة، فيه مصالح عظيمة في بناء المجتمع، ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة. نعم. يقول السائل: هل التكبير في عيد الفطر يكون جهريا؟ وما رأيك في من يجهر به في المسجد بالميكروفونات؟ نعم، التكبير ليلة العيد، صباح العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد مستحب، قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيكبر إذا رؤي الهلال ليلة العيد، يكبر في الطرقات ويكبر في البيت ويكبر في المسجد وفي المتجر في كل مكان، يظهر التكبير ويرفع صوته به. ولكن التكبير الجماعي بدعة، يعني الناس يجتمعون يكبرون بصوت واحد، هذا بدعة لم يفعله السلف، كل واحد يكبر لنفسه بدون أن يكون هناك تكبير جماعي لا في الميكروفون ولا في غيره، هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وإنما كل يكبر لنفسه. نعم. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة عن والدي وهو كبير في السن، وهل لها أصل في السنة؟ إذا كان والدك لا يستطيع العمرة بنفسه وهو عاجز عجزا مستمرا وقد أيس من أداء العمرة لكبره
أو لمرض مزمن فلا بأس أن تعتمر عنه عمرة الإسلام، تحج عنه حجة الإسلام، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. فإذا كان عجزه مستمرا وهو لم يحج عن نفسه حجة الإسلام ولم يعتمر عمرة الإسلام فحج عنه واعتمر عنه. نعم. يقول السائل: هل يحق للمسلم أن يطلق كلمة الكفر أو التبديع على كل من أقدم على ارتكاب مكفر أو بدعة؟ التسرع في الحكم على الناس وإطلاق الكفر عليهم وإطلاق التبديع والبدعة هذا لا يجوز إلا لأهل العلم الذين يعرفون حدود الكفر ويعرفون حدود البدعة وحدود الردة، ولا له أسباب يعرفها أهل العلم، هذا من اختصاص أهل العلم. ألا يجوز لأي واحد أنه يحكم على الآخر بالبدعة أو بالكفر أو بالشرك وهو لا يدري ولا يعرف ضوابط التكفير وضوابط التبديع وضوابط الفسق؟ يصون الإنسان لسانه، لأنه ربما يقول لبريء إنه كافر أو إنه مبتدع أو إنه ضال أو فاسق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر يا فاسق وهو ليس كذلك فإن كلامه يرجع عليه، كلامه يرجع عليه والعياذ بالله. فعلى الإنسان أنه يحفظ لسانه ولا يطلقه في هذه الأمور، هذه خطيرة تحتاج إلى أن الإنسان يتعلم ويعرف ضوابط التكفير وضوابط التبديع وضوابط التفسيق، ولا يتكلم عن جهل أو عن عاطفة أو عن حماس أو عن غيره، فقد يقع في الخطأ ويرجع عليه كلامه. المسألة خطيرة جدا، وهذا الكلام الذي تقوله من تكفير الناس أو تبديعهم أو تفسيقهم لا يذهب سدى، إن كانوا مستحقين ذهب إليهم وإن لم يكونوا مستحقين رجع عليك. عليك أن تحفظ لسانك من هذه الأمور. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من سعى 14 مرة؟ هذا غلط، لكن يصح سعيه 7 أشواط والباقي زيادة، الباقي زيادة، 7 الأخرى زيادة لا قيمة لها، وسعيه صحيح، وما زاد فهو تعب عليه بلا فائدة، وهذا نتيجة الجهل. لو أنه سأل من الأول كيف يسعى لسلم من هذا التعب ومن هذا الخطأ. نعم. يقول السائل: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أشفع بها لك عند الله، أحاج لك بها عند الله. نعم. يقول: فهل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل بها من صلاة وصوم تدخله الجنة؟ لم يعمل بها ما يصير، أنه ما يعمل بها ما تصح لا إله إلا الله إلا إذا قالها عن اعتقاد، والاعتقاد عمل، إذا قالها عن اعتقاد ويقين وعلم بمعناها والتزام للعمل بها فإنه يدخل في الإسلام. فإن مات في الحال ولم يتمكن من العمل فإنه معذور، أما إذا قالها وترك العمل وهو قادر عليه هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال فقط. فمن قالها موقنا بها ومات عليها ولم يتمكن من العمل فهو معذور وهو مسلم يمات على الإسلام، والعمل لم يتركه رغبة عنه وإنما تركه لأنه لم يعش
ولم يتمكن، فلأبو طالب لو قالها مخلصا ومات عليها صار من أهل الجنة، ولو لم يعمل لأنه لم يتمكن من العمل، لأنه بعد ما قالها مات. أما إنسان يقول لا إله إلا الله ويترك الأعمال، يترك الصلاة، يترك الصيام، يترك الحج، يترك الأعمال ويقول تكفيني لا إله إلا الله، هذا كلام باطل ولا تنفعه لا إله إلا الله. الصحابة قاتلوا مانع الزكاة، الزكاة، وهم يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله، قاتلوهم. قال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإن الزكاة من حقها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فلا إله إلا الله لا تكفي إلا لمن لم يتمكن من العمل ومات عليها، أما من تمكن من العمل وتركه إنها لا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. يقول السائل هل يجوز للمعتكف في الحرم أن يحضر مثل هذه الدروس داخل الحرم وأن يطوف حول الكعبة وأن يخرج من أجل أن يشتري له أكل، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، كل هذا يجوز للمعتكف، يجوز له يطوف بالبيت لأنه عبادة، طواف عبادة، يجوز له يحضر الدرس يستفيد لأن هذا عبادة، وأما خروجه لشراء حاجته هذا مباح، إذا كان يحتاج إلى شيء يخرج بقدر الحاجة ويرجع. نعم. يقول السائل هل تحريم مكة والمدينة مثل بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم به مكة؟ نعم، لا شك أن حرمة المدينة مثل حرمة مكة، لأن إبراهيم حرم مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، حرمتهما سواء من حيث الحكم. أما من حيث الأحكام، الأحكام تختلف، حرم مكة يختلف عن حرم المدينة في الأحكام، أما من ناحية الحكم العام أهما سواء، كلاهما حرم حرمه الله ورسوله. نعم. يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وقوله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؟ نعم، الله يسلط الشياطين، فتسليط الشياطين هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا من الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وإذا أراد الله أن يضل عبدا سلط عليه الشياطين واجتالته عن فطرته، هذا قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه يعلم الذي يصلح للهداية والذي لا يصلح، يعلم ذلك سبحانه وتعالى من عباده. فالذي يقبل على الله ويفعل الأسباب يوفقه الله للخير، والذي يترك الأسباب هذا يتركه الله للضلال والشيطان. قال الله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فالأسباب من قبل العبد، والهداية والإضلال من قبل الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يسأل الله الهداية وأن يسأله أن يجنبه الضلال، وإلا فإذا لم يسأل الله ولم يعمل الأسباب الصالحة فإن الله جل وعلا يسلط عليه الشيطان بسبب أفعاله هو،
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، لأنه فعل أسباب الضلال وتسلط عليه الشيطان. نعم. يقول السائل: عقدت على فتاة عقد نكاح شرعي بموافقة أبيها وحضور الشهود، وبعد أسبوع انقلب أبوها ورفض الزفاف بسبب أنني متدين، فما الحكم الشرعي مع العلم أن الفتاة بلغت من العمر 31 سنة ولها الرغبة في؟ إذا كان قد تم العقد بينكما بالشهود وشروط العقد التام فهي زوجتك، وإذا رفض أبوها فإنك تطالبه عند المحكمة، تطالبه عند المحكمة، ترفع عليه دعوى ويحضر عند القاضي وينظر في دعواك عليه. نعم. يقول السائل: لي 4 بنات فكتبت جميع أملاكي للبنات، فما الحكم في الإسلام وجزاكم الله خيرا؟ إذا لم يكن لك ورثة غير هذه البنات وقسمته بينهن على شرع الله، لأن البنات ما لهن إلا الثلثان، إن كن نساء فوق اثنتين لهن ثلثا ما ترك، فإذا كنت أعطيتهن الثلثين فهذا نصيبهن. إذا لم يكن لك ورثة غيرهن، إن كان لك ورثة غيرهن لا يجوز أن تعطي بعضهم وتحرم البعض الآخر. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منك توضيح بيع السلم والفرق بينه وبين بيع ما لا تملك. بيع السلم أن تقدم الدراهم، وإذا حل الأجل يقدم لك المسلم فيه وهو السلعة، أن مثلا تقدم 100 ريال ب100 صاع من البر إلى أجل سنة مثلا، فالسلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس البيع، وهذا شيء جائز في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، والناس يحتاجون إلى هذا. وبيع ما ليس عندك هذا في الأشياء المعينة، الأشياء المعينة لا يجوز أنك تبيعها وهو ليست في ملكك، كأن تقول: أبيع عليك سيارة فلان، أو أبيع عليك دار فلان، شيء معين وهو ليس ملكا لك لا يجوز لك تبيعه. أما شيء موصوف بالذمة منضبط بالوصف فلا مانع أنك تبيع وتستلم الثمن ثم تروح وتحضر له السلعة بالأوصاف، هذا بيع، هذا يسمى البيع بالوصف، هذا بيع بالوصف غير معين لا بأس. أما حديث لا تبع ما ليس عندك هذا في بيع الشيء المعين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أم ساحرة وتوقع بين أبنائها وبين زوجاتهم، هل يجوز مقاطعتها وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذا الكلام صحيحا وأنها تسحر هذا كفر، الساحر كافر والعياذ بالله، يجب استتابته، فإن تاب وإلا فإنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وكتب عمر إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر. وصح قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر بن الخطاب، وعن ابنته حفصة رضي الله عنها، وعن جندب بن كعب رضي الله عنه، 3 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ساحرة فهي كافرة، ويجب أن يرفع بشأنها إلى ولي الأمر
لتستتاب، فإن تابت وإلا فإنها تقتل. وإذا لم تتمكنوا من ذلك فعليكم بمقاطعتها والابتعاد عنها وهجرها لأنها كافرة. نعم. يقول السائل: ما حكم الدين في الدراسة في الجامعة المختلطة مع العلم وجود دعوة سلفية داخل نشاط الطلاب، وأنا أريد أن أدعو معهم داخل الجامعة وجزاكم الله خيرا؟ دراسة المختلطة بين الرجال والنساء لا تجوز. هناك جامعات ليست مختلطة تذهب إليها وتدرس فيها، أما الجامعة المختلطة فلا تدرس فيها ولو كان بزعمك أنك ستقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، إلا إذا كان وجودك يترتب عليه عزل النساء عن الرجال، عزل الطالبات عن الطلاب. فإذا كان وجودك يترتب عليه إزالة المنكر هذا شيء طيب، أما إذا كان وجودك لا يترتب عليه إزالة المنكر والمنكر باقي والاختلاط باقي فلا تدخل في هذه الجامعة، التمس غيرها. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نخبركم بأننا نحبكم في الله. السؤال: هناك أقوام يذهبون إلى قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعمون في قرية الأبواء فيتبركون به ويدعون أم الرسول من دون الله أن تقضي حوائجهم، فيضعون على قبرها العطور والزهور والمفارش الخضراء التي يضعونها على الموتى. نرجو أن توجه لهم كلمة تبعدهم عن ذلك وجزاكم الله خيرا. زيارة القبور من أجل التبرك بها وطلب الحوائج منها هذا شرك أكبر يخرج من الملة، لا أم الرسول ولا غيره. زيارة القبور من أجل التبرك بالأموات، طلب الحوائج منهم ودعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم هذا شرك أكبر يخرج من الملة، فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يدخلوا في الإسلام من جديد ولا يكابروا ويبقوا على الشرك فتحبط أعمالهم والعياذ بالله. إنما زيارة القبور المشروعة هي أن تزور القبور من أجل الاعتبار والاتعاظ بالأموات والدعاء للمسلمين.